مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل. في الفترة الأخيرة بدأنا نحس بتغيرات مناخية مريبة بتحصل على كوكب الأرض ونسمع حاجات غريبة، وبالتالي كان علماء البيئة والمناخ معاهم الحكومات طبعا بيحاولوا يبذلوا جهودهم للحد من أثار هذه الظواهر الغريبة الضارة، واللي كان آخرها العاصفة الشمسية اللي بدأت تضرب الأرض من الجمعة اللي فاتت، وجايز حسينا بيها هنا في مصر وبتعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2003، يعني من 20 سنة. يقولوا انه كان من اثار هذه العاصفه الجيومغناطيسيه انها، واحنا زعنا لكم الخبر ده وشفناه فيديو في صباح البلد، انها عملت انوار كده او اضواء ملونه في سماء العديد من دول العالم، يمكن اغلبها او اللي احنا عرضناه كان في دول اوروبا. ايضا في ناس كتيره خافت من تاثيرها المحتمل على الشبكات الالكترونيه، أنظمة الاتصالات، وخاصة إن هم قالوا إن العاصفة الشمسية دي اللي هي من 2003 ما حصلتش، المرة دي كانت شديدة شوية. ده على حسب ما أعلنته الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي NOAA. أنا ما أعرفهاش. NOAA تعرفيها؟ NOAA National Oceanic Atmospheric Administration. أيوه دكتور تحسين شعلة الخبير البي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية بيقول لنا ده اسمها إيه بقى يا دكتور؟ National Oceanic Atmospheric Administration. دي يعني هل هي موثوق فيها؟ طبعا. أصل إحنا بقت في حاجات وتقارير كتيرة بتطلع بقت ما بتفهمهاش. لا لا لا. سعداء بوجود حضرتك معانا. نورتنا يا دكتور. صباح البلد، صباح الخير على حضراتكم جميعا، صباح الفل على الساده المشاهدين. خلينا مبدئيا نشرح للناس ايه العاصفه الشمسيه. هو في البدايه لازم نوضح للناس ايه هي الشمس اساسا. هي الشمس عباره عن كره ملتهبه من الغازات، بتتكون من الهيدروجين نسبته بتعدي 70% والهيليوم نسبته 28%، 2% باقي العناصر. يعني هي كره ملتهبه من الغازات. النقطه المركزيه في الشمس درجه حرارتها 15 مليون درجه سيليزيوس. السطح بقى اللي هو جالنا منه العاصفه الشمسيه بيسموها الكورونا، اللي جه منها الكورونا الماس اجيكشن، او اللي احنا بقى الترجمه العربيه اللي بشوفها بصراحه يعني بتخلينا انا هتجنن شويه. هو انبعاث كتلي من عباره عن جزيئات بتنبعث من طبقه الكورونا اللي هي بتاع الغلافيه بتاع الشمس. ده مش اسمها كورونا؟ كورونا الماس اجيكشن. اللي بسمعنا دلوقتي هيقول لك كورونا، يبقى لا كورونا جت لنا من هناك وكده. هي الطبقه دي اسمها كورونا. فكورونا الماس اجيكشن هم بيقولوا عليها الانبعاثات الكتليه الاكليليه. انا الترجمه الحرفيه دي بتجيب يعني مش حلوه، مش اكيد، مش مظبوطه. جزيئات منبعثه من طبقه الكورونا الشمسيه. تمام. درجه الحراره في الطبقه الخارجيه 5800 درجه. في حاجه اسمها السان سبوتس، بقع شمسيه، دي اللي بينتج عنها بقى الانفجارات او منها تنبعث تحصل الانفجارات زي اللي شفناها يوم. درجه حرارتها اقل من الطبقه الخارجيه بتبقى 4600 درجه سيليزيوس، يعني 1200 درجه بس. ده الفرق. انما داخل بقى يعني بيحصل الانفجارات ديت اللي حضراتكم اشرتوا ليه، ده العاصفه الشمسيه. الانفجارات دي بتطلع بشبه طبقه من البلازما، تمام، سحب بيقولوا عليها سحب من البلازما. الانفجارات بتحصل عند الشمس. وتيجي بقى للطبقه بتاعه الارض، بتصطدم بالغلاف الارضي. طبعا هنا في طبقه مغناطيسيه بتصطدم بطبقه الارض اللي فيها جاذبيه، الجاذبيه، فبالتالي بيحصل هنا الحته اللي هي الجيو ماجنتيك ستورم، اللي هي العاصفه الجيو مغناطيسيه. طيب ايه النواتج او ايه اللي بيحصل في الموضوع ده؟ يبقى معلش، مسمى عاصفه شمسيه مش مسمى صحيح 100%، يعني هي المفروض عاصمه جيومغناطيسيه، صح؟ لان انا جايه لي هي طالعه صحيح من انفجار جزيئات في الشمس زي ما حضرتك قلت، لكن هي جايه لي انا انها بتجي انها بتصطدم، اللي هي البلازما اللي بتحتوي على الجو، جايه لي جيومغناطيسيه مش شمسيه. هي بتصطدم بالغلاف الارضي فبتبقى هنا الجيومغناطيسيه. لان الناس كلها لما قلنا عاصفه شمسيه قالت لك ايه ده، الجو هيبقى نار. بس هو الموضوع مش حكايه الجو نار او مش نار. هفسر لحضرتك ليه الكلام. حضرتك هتلاحظي ان الخميس والجمعه درجه الحراره كانت مرتفعه. صحيح. ستر ربنا ان احنا الفتره اللي فاتت دي في منخفض اوروبي جه. فهتلاقي ان درجه الحراره قلت في اليومين دول. هترجع تاني بعد بكره توصل ل 37 و 38 مره تانيه. يعني هي مستمره. ان العاصفه الشمسيه، في ناس انا للاسف الشديد لقيت ان بعض الجهات قال لك ان العاصفه دي هتستمر جمعه وسبت. يومين. جمعه وسبت. العاصفة الشمسية دايما لما تحصل بتستمر اسبوع. ليه؟
لان لازم نفسر الكلام ده. العواصف الشمسيه عموما لما بتحصل بتحصل كل 11 سنه. الشمس ليها دوره اللي هو بيقول لك البيك بتاعها او اعلى معدل ليها بعد 11 سنه. بدايه من الحوادث اللي حصلت وكان ليها تاثيرات مدمره، بنتكلم على 1859 اللي هي حدث كارينجتون. لما حصلت ادت خطوط التليجرام اتقطعت وقتها. حصل بعدها 2003 سموها العاصفه عاصفه الهالوين. ليه عاصفه الهالوين؟ عشان السويد اتقطع فيها الكهرباء لمده 12 ساعه. تخيلي بقى بلد في ساعه او في اي حاجه تتقطع كهرباء، فما فيش تسخين، ففي الموضوع يعمل مشكله، الاجهزه كلها مش شغاله. ففي كلها شغاله على الاجهزه يعني. طبعا اوروبا كلها شغاله على الاجهزه. في جنوب افريقيا مولدات الكهرباء طبعا اتعطلت، ده عشان كده سموها الهالوين. 2003 2014 كل 11 سنه حصلت عاصفه شمسيه بس مش بنفس قوه 2003. امال 2014 كان من المفروض 20 سنة. المفروض تحصل 2025. تمام، حصلت 2024. ده اللي خلى بعض العلماء دلوقتي يشكوا لا ان في حاجه غير طبيعيه بتحصل، خلل ما ان المده قلت. هل الموضوع ده ممكن يكون استثاره؟ لان المفروض ان الدوره الطبيعيه للشمس 11 سنه، يعني 2025 نبتدي نشوف العاصفه الشمسيه دي، لكن حصلت 2024. وللاسف الشديد بدينا نلاحظ ان الفترات الماضيه ان كل سنه 2022 قال لك ان في عاصفه شمسيه حصلت. الموضوع بقوه العاصفه الشمسيه، امتى اقول العاصفه الشمسيه دي ليها تاثير قوي او ليها تاثير ضعيف؟ بيقسموها كده ثلاث حاجات. قال لك في العاصفه الشمسيه الجيوماجنتيك ستورم ديت بيقيموها من 1 لـ 5. من 1 لـ 5، لو وصلت لـ 5 ده اعلى معدل. اعلى معدل لا، ده هنا في كارثه. كل الاجهزه اللي موجوده على الارض ممكن تتدمر. ممكن تتدمر بسبب حدوث العاصفه دي. بيجي بعد كده حاجه اسمها راديو بلاك اوت، ان انت الراديو ده بيأثر على اللي بيقولوا ايه الويفز اللي بتشغل الراديو، سواء بقى كان الراديو بتاع العربيه او الراديو اللي بيعمل كونكشن بين السفن وبين بعضها او الحاجات الملاحيه، فبالتالي ممكن يعمل كوارث. عشان كده وحضرتك موجود معانا اول امبارح قلت لنا ان حركه الملاحه ممكن طبعاً تتاثر أكتر بشكل كبير. طبعا بتتضر في الموضوع ده لانهم قريبين من الحدث. اللي بيحصل بعد كده ان حصل بقى السولار راديشن سيستم اللي هي بقى الاشعه، بقى سواء بقى كان الاشعه السينيه او الاشعه الفوق بنفسجيه اللي احنا بنعاني منها الفتره اللي جايه دي او الفتره دي، لان ثقب الاوزون كان سنه 2000 كان 28000 كيلو متر مربع، دلوقتي بقى وصل 26 او 27000 كيلو متر مربع، رجع للحجم بتاعه مره اخرى، فبالتالي ما بيمنعش عننا الاشعه الفوق بنفسجيه، فبالتالي اللسعه بتاعه درجه الحراره اللي انا نوهت ليها هي اللسعه دي لسعه ضاره. انا المفروض ما اتعرضش لدرجات الحراره دي او للشمس، لان دي ممكن تعمل ديجريديشن للدي ان اي، ممكن تعمل والعياذ بالله سرطان في الجلد التعرض ليها لفترات طويله. فبالتالي الموضوع ده بقى مقلق يعني وبالذات على الناس، لان يعني الدرجات ديت 5 5 دي شده القلق. طب احنا المره دي درجتنا قد ايه؟ كانت 5، كانت 5 يوم الجمعه. وصلنا 5. اقصى حاجه 5. الدرجتين اللي احنا ما نقلقش منهم 1 و2 3 4 5، لا دول اقوى درجات بيأثروا على الكائنات الحيه وعلى الاجهزه. دكتور تحسين، انا قريت خبر امبارح انه في بعض الكابلات البحريه للاتصالات اتدمرت. اكيد بالظبط، انا قريت ده برضو عشان الناس بس ما تبقاش قلقانه. انا ما كانتش موجوده في مصر يعني، بس انا افسر ليه حصل ده. فسر لي ده، هل ده تاثير العاصفه الجيومغناطيسيه؟ طبعا ده من ضمن التاثيرات بتاعتها. ده في قاع البحر. ده بقى لما حضراتكم سالتوني سؤال هل هي ليها تاثير علينا، ده في ليها فايده علميه؟ لا، ده هي بتاثر على المعادن والاجهزه، مش هتأثر على البني آدمين. على البني آدمين هتأثر طبعا، ليها تأثير. بس اللي بيحصل كالآتي، برضو إشارة للي حضرتك قلتيه، حتة بقى الشفق القطبي أو الألوان الجميلة اللي حصلت ديت، دي بتبين لنا إن المردود السلبي ممكن ما يكونش عندنا أكتر زي القطبين الشمالي والجنوبي. لأن أغلبية الناس اللي هيشوفوا الكلام ده هم في القطبين الشمالي والجنوبي. أو الناس القريبين من أمريكا أو روسيا أو الكلام ده كله يقدروا يشوفوا الإيه الألوان الجميلة دي. الألوان الجميلة دي هو ربنا بيدينا كده كإنذار أو كحاجة كده إنديكيتور أو حاجة كده بعرف هل العاصفة دي ممكن يكون ليها تأثير قوي ولا لأ. لو حضرتك شفتي اللون الأخضر واللون الأزرق بكمية كبيرة، معنى كده إن العاصفة الجيومغناطيسية دي قريبة من الأرض وتأثيرها قوي من الأرض، هي ليها على بعد 100 كيلو.
100 كيلو ده انعكاس بقى ايه الارض والبحر 100 كيلو ليه بقى؟ لان هنا العاصفه دي بتيجي فيها حته الماجنتيك فيلد ده مع حته الحراره حراره الشمس وده اللي حصل في اللي فاتت ذره الاكسجين يحصل ايه؟ بيقول لك يحصل انبعاث للالكترونات من مستوى طاقه اقل لمستوى طاقه اعلى فيحصل ظهور اللون باللون الاخضر طالما هي على بعد 100 كيلو ريفلكشن ولو يعني النيتروجين ولو النيتروجين بيظهر باللون الازرق ده لو هي على بعد 100 كيلو طب فوق ال 100 كيلو بيظهر اللون مختلف تماما الاكسجين بيظهر باللون الاحمر والنيتروجين بيظهر باللون البيربل فبالتالي اللون البيربل واللون الاحمر معنى كده انها بعيده لكن لما تظهر الاخضر والازرق بكميه كبيره نعرف ان في مشاكل صحيح. بتحصل عند الموضوع كبير جدا وموضوع فيه حاجات كتير وبشكرك دكتور تحسين ان انت وضحت لنا حاجات كتيره قوي نشكر دكتور تحسين شعلة الخبير البيئي واستاذ اكتر التكنولوجيا الحيويه شكرا يا شكرا يا فندم طيب نطلع لفاصل وبعد الفاصل موجز رياضي